سيب الجاسم خبر وتعليق، اعطيني الخبر بيتعلق بوالي تونس، اعطيني الخبر الصوره. كمال الفقي، بلديه تونس تعمل على ضرب وحده الدوله وتعطيل المصلحه العامه في اقل من دقيقه رجاء سيب الجاسم. هذا مواصل لنفس المسار الذي يستهدف كل المسؤولين اللي هم لا ينتمون الى الانقلاب او فيهم شبهه انهم ينتمون للنهضه او للمعارضه. هذه السياسه المسترسله منذ الانقلاب الى ان يسقط الانقلاب. سي بحري، هل من تعليق الخبر؟ هذه بدايه او حلقه من حلقات الاستهداف لمن يعبرون عن مسار الديمقراطية. نعم، كلمة ختامية حتى نجيب على سؤالنا ما طرحناه. ما يحدث الآن، تتبع قضائي وتوقي من جرائم إرهابية محتملة أم تنكيل سياسي وصرف الأنظار كما يقول البعض؟ في دقيقة سيدي جاسم وسي بحري. يعني هو بالتأكيد خوض صراع مع الشعب التونسي مع القوى الديمقراطية بطرق استبدادية، وصرف الأنظار على الفشل الذريع اللي ملاقيه شعبيا ودبلوماسيا واقتصاديا واجتماعيا. وعلى فكرة تعليق إضافي صغير، لم يكن الانقلاب مع الديمقراطية ومع الاحتجاجات السلمية، بل كم حاصرها وكم حاول إعاقتها وعرقلتها، ووصل إلى أن استشهد رضا بوزديان المرحوم في 14 جانفي، ومنع الكثير الكثير من الوصول إلى ساحات التظاهر. ولكن هذا لن يمنع شعبنا من مواصلة الاحتجاج السلمي حتى يسقط الانقلاب، وأن كل إجراءاته باطلة بشعار ما بني على باطل فهو باطل. سي بحري، تهرئة للمجتمع السياسي والمدني للمسار الديمقراطي، على أمل أن يصل التونسيون إلى مرحلة اليأس والتعب والاستسلام. هذا هو المقصود، يعني ليس لهم ملفات حقيقية كبرى يحاكم بها الناس، هو يقوم بعملية تهرئة وعملية الإنهاك وعملية إنهاء. وربما في الأيام القادمة إذا لم تجدي مثل هذا المنسوب من الإلهاك ستمر في الانقلاب إلى أساليب أكثر إيذاء وإيذاء. نعم نعم، شكرا سي بحر العرفاوي الكاتب والباحث، سي بجاسم حسن قائد حركة النهضة. قبل أن نختم نذكر أنه جمعية الضحايا بجنيف وتضامنا مع القضاة المضربين عن الطعام حمد الرحماني، رمزي بحرية والطاهر الكنزاري، ومن أجل استقلالية سلطة القضاء ولا للمحاكمات السياسية كما اعتادوا، غدا السبت في اليوم او الاسبوع 18 على التوالي 18 دعم لحدوث الصحافه والاعلام، كذلك زميلنا صلاح عطيه، غدا ما بين 25 جوان 22 بين الساعه منتصف النهار والساعه الثالثه ظهرا بساحه مولار بجنيف. موعدكم توانسه غدوه، هذا حسب اعلام جمعيه الضحايا بجنيف. وقبل أن نختم نذكر التونسيين، نذكر الصحفيين أن صحفيا لا يزال يقبع تقريبا في اليوم 13 و 14 في السجن على خلفية تصريح إعلامي. لن تناموا لن تهنأوا ما دامت الصحافة ليست حرة وما دامت أقلام الصحفيين ليست حرة. كل الدعم وإن شاء الله ربي يوفق وليداتنا في مناظرات المعاهد النموذجية. كما مرة أخرى تباركنا لمن نجحوا في امتحان البكالوريا، وأفضل إن شاء الله الظروف والتمنيات بالنجاح لمن أجلوا، ولمن أخفقوا نقول فشلوا إن شاء الله فيها خير. وكتشوف من يقودون ساعات راه مش بالضرورة قمة النجاح، فيها خير إن شاء الله.